يا ترى الغذاء وصل لحد فين يا فندم؟ الحمد لله الحقيقة ظهرت وبين انها قتلته. ويا ترى في حد وراهم؟ اكيد طبعا، وتحية هيبين مين اللي زقها. وحضرتك عارفة العلاقة بينهم ايه؟ مفيش علاقة، كله كدب في كدب. انا ليه بقى اتجوز انتي؟ انتي ما بتزهقيش؟ ما تبطليش كدب، حرام عليكي. عفة عفة، انت مين يا اختي؟ ايه ده؟ ست غزال، ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ ده شغل امن يا اختي، تنكر يعني، ما تعرفيهوش انت. تنكر؟ ارحب ارحب يا ست، يا ست غزال. يا نهار اسود منيل، عرفتني ازاي ده؟ جريه يا ست، داخله كده يعني من غير لا سلام ولا كلام. مغاوري، انت عرفتني يا اخويا وانا داخله؟ ايه اللي عرفتي؟ وهل يخفى القمر برضه؟ نهار اسود ومنيل، امال الطرحه دي بتعمل ايه؟ دول اكيد عكشوني ولاد الهرم. هم مين دول يا اختي اللي عكشوني؟ مالكيش دعوه انت. قوليلي عملوا ايه في المصيبه بتاعتهم؟ والنبي ما نعرف حاجه، دينا قاعدين مستنيين. اه صحيح يا ست، ايه في ناس قرايبك جم وعصوا عليك؟ قرايبي؟ قرايبي مين؟ هما اتنين يا ست غزال، واحد منهم قله بس قري محبتين، والتاني عينيه في وسط راسه. يا نهار اسود ومنيل، روحتي فطيس يا باريزه. باريزه مين يا اختي؟ انت مالك انت؟ ما تخليكي في حالك. جريه يا ست غزال، مالك كده؟ في حاجه مخوفاكي ولا ايه؟ بقول لك ايه يا مغاوري، انا يا اخويا وحدانيه، لا عندي اهل ولا قرايب، انا ما عنديش غير جوزي اسمه نبي حرص وصينه، اللي اسمه الاستاذ حافظ. يا حبيبتي حافظ، اسم الله عليكي، هو الاستاذ حافظ. لو حد تاني قال لك حاجه غير كده ورم له عينيه ولم عليه الخلق. يلا روح شوف اكل عيشك، وعايزه عينيك تبقى مفنجله قد كده اهو. حاضر يا ست، انا هفنجلهم لك على الاخر، ده انت تؤمري يا ست غزال. وانت روحي يا اختي اعملي لي اي حاجه كلها لحد ما ييجوا، لحسن انا على لحم بطني من الصبح. حاضر يا اختي، ما احنا ياما هنشوف في البيت ده. بتقولي حاجه حبيبتي؟ ولا حاجه يا حبيبتي، بقول لك الاكل على النار وزمانه اتحرق. ايه اللي هيتنحرق؟ يبقى وسخ انت وخلوصي في يوم واحد يا قادر يا كريم. خير يا قبطان، تاخد عم حافظ وتطلع على البيت على طول. ماشي يا قبطان. انت هتروح فين يا عم؟ لازم اروح اشوف محامي، لازم اشوف صرفه للموضوع ده. مش كان المفروض المحامي يجي معانا دلوقتي؟ انا كنت اعرف انها هتتعك كده. ما ترد. طب خلاص انا هاجي معاك. ما ينفعش ما ينفعش، روح معاه ما تعصبونيش. ايوه ما ينفعش ما تعصبوهوش، خلاص يلا بينا قبل الصحافه ما تشم خالص. لا يا عمي لا، مش ممكن اسيب البنت لوحدها هنا ابدا، مش ممكن يا عمر. اه مش ممكن. يلا يا تيما ما تضيعوش وقت بقى، يلا. رجليا مش قادره تشيل، حاسه ان الدنيا كلها بتلف. ايه يا متر انا جاي لك حالا. يلا يلا على البيت على طول، انا خلاص هوصلكم. يلا يا حبيبتي. ايه يا متر؟ حبيبتي يا بنتي. لا مش هينفع في التليفون، لازم اجي لك حالا. يلا اتفضلي يا مدام، ده بقيه المبلغ اللي اتفقنا عليه. اوعى تكون بقى مخنصر منه حاجه كده ولا كده. عيب يا مدام، ده كلام برضو كده بقى. نسمع منك اللي انت عايزه. ايوه جينا للجد، اللي انا عايزه بقى ان احنا ننفذ اللي اتفقنا عليه وما ننساش منه ولا حرف. معلوم يا باشا، ده كله هنا. اي غلطه ممكن تبوظ لنا اللي تعبنا فيه. اطمن يا باشا وحط في بطنك شادر بطيخ اقرع. ماشي، هو ده الكلام اللي انا عايزه. تعمل ايه؟ مش كفايه اللي حصل لي من تحت راسك؟ يلا مار يا بنتي نسمع الاول. مش عايزه اسمع اي حاجه يا ابوي. هو انا مش عايزك تسمعيني، بس انا كان لازم اتكلم وكان لازم اجي لك لحد هنا. انا عملت لك ايه؟ اذيتك في ايه؟ دي اخره معاملتي كويسه ليك واخره عطفي عليك تعمل فيها كل ده؟ تتفق عليا بمؤامره قذره؟ طب هي بتكرهني وبتغير مني، انت طوعتها ليه؟ عشان بحبك. انت بتقول ايه يا ابني؟ انا مقدر انك في بيتي، ما تخلينيش اغضب عليك. انا بقول الحقيقه يا عم الشيخ، اللي يحب عمره ما يأذي. لو يأس، لو يأس ممكن يعمل اي حاجه. سلمى فهمتني ان بالطريقه دي انك هتطلقي من عمر وتضطري تتجوزيني. اضطر اتجوزك يا حيوان يا ادب. لا مار تعال. لا لا مار، غور من وشي، غور، مش طايق اشوف وشك، غور. اسمع يا ابني، فكان ما جيت خد بعضك ورجع قبل ما ينفد صبري.
انا رحت للدكتور عمر وقلت له على كل حاجه. ايه رحت لعمر؟ كان لازم اعرف انك اشرف انسان في الدنيا، كان لازم اعرف ان في شيطان هو اللي راكب دماغي وخلاني اعمل كل ده. اسمع يا ابني، الكلام ده ملوش فايده دلوقتي. انا همشي، بس انا مش عايز اسمع منك حاجه واحده بس. امشي يا فضل امشي. انا غلطت غلطه كبيره قوي واديني بدفع ثمنها كل يوم. ابوس ايدك تسامحيني، اوعدك انك مش هتشوفي وشي تاني. هجيب شويه حاجات وجاي يا مغاوري. ما تاخرش يا علي. فلانك فلانك بص انت نايم يا فلانك. لا بص ده ما فيش دبانه دخلت ولا خرجت. بص وانا ده الدبان كله على وشك يا فلانك. معلش انا مش عارف اعمل فيك ايه يا فلانك. معلش مش نافع في اي حاجه خالص. معلش يا بص يلا خش على صاحبك. يلا نستخدم معاه 63 على 4. مش كتير عليه يا بص. لا مش كتير عليه، ما تلنجرش انت بس. يلا حط الكمامه. جود مورنينج يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخوي. شرحوا. اهلا وسهلا. ها هنا صحة القتال. فلنتبارز. فلنتبارز. ايه يا جدع انت برازه بعيد انت وهو من هنا يا قال. ايه دي؟ انت بتعمل ايه يا جدع انت وهو؟ هنقول لك بنعمل ايه. تعال يا اخوي. خش يا اخوي. رايح هنا. ليتس جو فلانك. ماشي. من هنا يا ابني. ايوه مين الاول يا ولد عمرو مش بتاعك؟ ليه هو مغرق عليك الكنبه بره؟ ايوه يا اخويا هو احنا نايمين جنب الباب. ولا كلمه. ايه ده انتوا مين؟ هو انت مش خايفه من اللي انت شايفاه ده خالص؟ لا خالص. طب ستك فين؟ ستي مين؟ باريزه. باريزه قصدك ستي غزال؟ اي حاجه. طيب قول لي بقى يا اخويا هو انتوا قرايبها اللي جيتوا عسيتوا عليها؟ اعتبرينا كده. قاعده بتاكل جوه اغرف لك معاها؟ فلانك قمر بص بس العجله دي بسرعه هتاخد وقت مننا. بص اخلص يا فلانك. ولوزي لا 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 بلعها اللقمه. روح امك لا تشرقي وترحمك من كفايه كفايه كفايه. تخلعي مني يا بت. تلبسين العمه فاكر روحك هتزوغي مني؟ ها لا والله العظيم. بس انا قلت لك ايه قبل كده؟ قلت لك ايه؟ قلت لك انا الملك وانت الكتابه. يعني في ظهر بعض طول العمر. اصل انت قلبت السي دي وبعتيني صح؟ لا والله انا اقدر ابيعك. ما اقدرش ابيعك يا ابني. كل اللي حصل ده ايه؟ ها خلوصي خلوصي يا باريزه. ما كان قصدي اعمل حاجه خالص يا خلوصي. كله تمام يا بص. فسيت البيت عجنت. عينك زغت يا بنت الهرم على العز. صحيح شايف هذا فلانك عز ايه ونغنغه ايه وفراخ ولحمه لكن خلوصي تغور وتغور ايامه. عادل ادهم يا بص. ما البني ادم ما يملاش عينه غير التراب يا فلانك. اسمعني بس يا خلوصي اسمعني انا برضك باريزه. ما انا عارف انك باريزه وانا بقى اللي هفك الباريزه واخليها صاغتنا ممسوحه يعني ولا ملك ولا كتابه براني يعني. ليه بقى اروح امك عشان اما ارميكي تردي لي تاني؟ تعمل ايه يا اخويا؟ هيعمل الصح. لا انا المره دي هعمل غلط يا فلانك. ايه تقلق يا فلانك؟ باريزه تقلق من عز فلانك. سلاميه وانا اصحابي اللي شاور. يا بص يا مغاوري مغاوري انزل. حاضر يا ستاني. تلاقيه مقيل كالعاده. مقيل هو ده وقته؟ ايه ده الحاج ستاني؟
الحس حافظ مغاور متربط ومضروب شكلها فيها حراميه. تقول ايه؟ حر اسود. حراميه ايه؟ يا نهار اسود. يا ربي احنا ناقصين المصايب اللي عماله تتحدث. ايه ده؟ بنتي هنادي، هنادي اللي حصل في مغاور من هنادي كمان. يا هنادي قومي يا ستي، لازم نطمن الاول يكونوا سرقوا حاجه ولا كده. بهدلوا الواد اللي بره خالص. بص يا عم، ايه ده؟ الحق هنادي. هنادي يا بنت، هنادي الخيبه يا ربي، هو اللي بيحصل لنا ده؟ قومي يا بنت، بنت بنت عايشه، عايشه لسه الحمد لله. ايه يا بنت اللي حصل لك؟ الحراميه يا ستي. طب حصل لك انت حاجه؟ لا لا، جريوا جريوا الحمد لله. طب هما كانوا بيعملوا هنا ايه؟ كانوا جايين للست غزال. غزال؟ وهي غزال جت هنا؟ ايوه يا سيدي، كانت جايه تطمن عليكم. تطمن علينا؟ راحت فين؟ راحت فين من الطريق؟ بينهم خطفوها. ما قدرتش اروح. هروح اقول لهم ايه؟ اقول لهم البنت ضاعت، المحامي ما قدرش يعمل لها حاجه. اقول لهم القضيه لابساها لابساها. اقول لهم ايه يا ربي؟ لقيت نفسي ماشي ورجليها جابتني لحد هنا. بيتك ومطرحك يا كابتن، احنا نبديك بروحنا يا كبير. يا عيني عليك يا قبطان، ده انت تعبان قوي. تعبك راحه يا اختي. اشمعنى انا اللي بيحصل معايا كده؟ اشمعنى؟ وما فيش في الدنيا دي غيري. وانا عملت ايه؟ عملت ايه يا ربي؟ عملت ايه؟ ليه؟ ليه بيحصل معايا كده؟ طب استهدى بالله واستغفر ربنا، دي عيني وصابتك والله. اهدى يا قبطان، اهدى، مش كده. اهدى انت يا اختي، مش كده. يا قبطان ما تقولش كده، دي غمه وان شاء الله بعد بكره هتنزاح. ده اختبار من السماء. محدش يقول لي الكلمه دي. اختبار ايه؟ هو مفيش غيري في اللجنه؟ طب ريح يا اخويا ريح، ده انت على اخرك كده. رز نوياها نوياها. ليه يا اخويا؟ اطلع منها انت. انا خلاص مبقاش ليا طاقه لكل ده بجد، ما بقتش قادر. مش معقوله كل ما اخرج من مصيبه اقع في مصيبه انيل منها. طب استهدي بالله واستغفر ربنا، دي عيني وصابتك والله. انتوا مصدقين يا اخوانا اللي بيحصل لي؟ هو انا وحش قوي كده؟ حاشا لله. يعني استاهل اللي بيجرى لي ده؟ حاشا لله. هو انا شيطان مثلا؟ لا 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 لا، هو مش انا اللي بغلط لوحدي في الدنيا يا جماعه؟ ما كل الناس بتعك، اشمعنى انا؟ مش كده يا قبطان، انت هتكفر ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ايوه كده، استغفر استغفر وريح. يا عيني عليك يا قبطان. بتقول له يا عيني عليك يا قبطان مش يا اخويا. انا كده ابتديت. العظيم يا رب، استغفر استغفر الله يا قبطان، استغفر الله، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا ماشي. أنت رايح على فين؟ ما أنت قاعد وسطينا كده ومريح. دي فيها بيات يا معلم. أنت بتقول له وسطينا؟ طمن يا معلم، أنت أخويا. يا ريت. فهيم يا أبطال. أنا لازم أشوف محامي، هلف البلد كلها أشوف محامي. لازم تخرج، لازم تخرج. عايز إيه؟ جاكيتة. إيه؟ خد. استحضر. الحق المحامي. قبطان تعالي. يا ريح على فيك. ياه. طوب علينا ربنا. عارف؟ انت بتحكي ولا بتعيطي؟ تفتكر هتفرق يا رب؟ تحيا بدنيا كراكيب، مش فاتت كتير. وبعدين بقى احنا كده هنتأخر، وبعدين انت جبتيني على عماية وانا ما اعرفش حاجة، وقلتي لي اسيبك لوحدك، واديني سبتك، مش قادرة اسيبك اكتر من كده. يلا يا حبيبتي. يلا. عارفة أحلى حاجة في الموت إيه يا رب؟
ساكت ما تكلمش. في دقايق يا دوب حفرة لما جتت الواحد وردنا عليه كل بلاوي. طب يلا حبيبتي يلا قومي نروح. احنا النوم ملهاش قومة تانية يا رب. جسمي بيرتاح، المخ بيفصل، القلب بيسكت، هو كمان سكت. يلا حبيبتي نمشي، المكان هنا هو مفيش حد غيرنا واحنا بنات لوحدنا. خايفة يا رب؟ طبعا خايفة، وكمان خايفة عليكي. اللي انت بتعمليه ده مش كويس علشانك واخرته وحشه. يلا حبيبتي عشان خاطري هيحصل لي اكتر من اللي حصل. بابا مات، سابني مش راجع تاني، ساب وراه فضيحه وقضيه بس اني فرقت. حصل لي ايه تاني يا ابني؟ خلينا هنا قاعدين مع الأبويت. خلينا يا رب. بس بابا ما كانش بيحب ياكل السمك. خلصي؟ عملك الاسود اللي طالع لك في كل حته. انا فين؟ وجيت هنا ازاي؟ جيت زي اوسخ كيس زباله متلقح على ظهر عربيه كارو. يا خلصي افهمني افهمني بس. انا انت عايزه الدبح يا رحمك وحياه امك. بص يا بريزه، انا قلت لك قبل كده كلها شوارع مفتحه على بعض وكله سالك على كله، هتروحي فين مني يا بنت الشوارع؟ يا اخي انت ايه؟ انت ايه؟ انت لا بترحم ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل. ما تقتلني بقى الوجه اللي عدتني. ما انا ممكن اعتقلك يا بريزة بس هما مش هيعتقوكي، عايزين يقتلوك يا بنت الكلب. فوي يقتلوني؟ مين دول وليه؟ انا مكرر عليك يا بريزة ومطفوع لي العربون وادي القرشينات هي رحمة صدقها شميها يمكن فواك. عرفت لما بتخرجي مرتع خلوصي بيحصل في امك ايه؟ كفايه بقى كفايه. لو عايز تقتلني اقتلني وخلصني من الدنيا دي، انا مش هتفرق معايا اقتلني يا بنت الكذبه. انا عايز اقتلك كنت خلصت عليكي وانت مغفله من ايديا. انا طول عمري مغفله من ايديك عشان بحبك، سبت لك روحي، دوست على جدتي، اديتك الامان بدل المره 100. كل مرة كنت بتبيع وتشتري في أمي اللي خلفوني. أنا معرفش في الدنيا دي غير الشارع، غير الشارع اللي أنت مرمطتني فيه. حتى اليوم اللي جيت أهرب منك فيه رحت نفس الحتة اللي أنت تاوتني فيها، غميت عيني ورميتني رجليها بالسكك تنحش فيا وأنت تقبض، وتيجي آخر الليل تضحك عليا بكلمتين تقول لي محدش مسك الشمشمة زي ما تكون الشمشمة مش لما وسخت الليل. عايز تعمل فيا ايه تاني؟ حرام عليك حرام عليك يا تاني بقى. فينا طمني، المحامي قالك ايه؟ سيبك من المحامي دلوقتي، ايه الكلام اللي بيقوله مغاوري ده؟ وبلغتش البوليس ليه؟ البوليس ايه بس دلوقتي؟ هو ده وقته؟ حبت قلاديش من عينة مرات عمك شبهها كده، كانوا قصدنا هي وحيغارت في 60 داهية. سيبك من القرف ده كله وطمني، المحامي قال لك ايه؟ وفي ايه؟ مالها عمالة تقفل من كل حتة كده؟ هي كانت ناقصة كمان أشكال زي دي تدخل بيتي. الزبالة ما تجيبش لك لب السك، دي آخرة ما جايب عمك، وكنت زعلان قوي لما طردت وطردتها. ارحميني بقى ارحميني بجد، أنا مش ناقص. أنا كمان مش قادرة استحمل، مش قادرة استحمل إني سمحت
بنتي اللي انا ربيتها يطلع منها ده كله ليه يا سما كده؟ عملنا فيك ايه؟ انت متربيه بنت محترم بقى البنت بنت امبارح يطلع منها البلاوي دي كلها ليه بس كده يا ربي؟ لا انا هتجنن، عملت كده امتى وازاي وليه؟ سألتها نفس السؤال، قالت لي كانت بتلطش عشان احنا كنا ملايين عنها، كل واحد اتلهب اللي ليه ونسي اللي عليه. عمري ما تلهيت عنكو، عمري ما تلهيت عنك يا سما. انا كنت لافة وراك زي المخبر، كنت بسأل عنك كل شوية وراكي بالتليفون، رحت عند اصحابك اكلمك واعرف اخبارها منهم واسأل عليها زي التدبان وراكي، افضل ماشي وراها في كل حتة ومن غير ما يتحس قفشتها مرة واتنين وتلاتة، محبتش اكبر الموضوع عشان انت ما تعرفش هتحصل مشكلة، ولما اقعد واحدة مع نفسي اقول البنت عيلة وبكرة تكبر وتعب. العيلة الصغيرة كبرت واتجوزت وبقت متهمة بجريمة قتل واحنا بعيد عنها. انا عارفه ان انت عاوز تشيلني الذنب كله لوحدي، عشان دي المره الوحيده اللي فكرت فيها لنفسي واتجوزت الانسان اللي بيحبني وبحبه. قولها يا عمر من غير لف ولا دوران، قولها، قول انك كنت عاوز تعيشني هنا خدامه بقيت عمري عندكم في البيت وارضى بلقمتي والعيشه اللي انت كنت معيشاني. اخر حاجه كنت اتوقعها ان ممكن يجي اليوم ان بني ادم يقف بيني وبينك. يا يتيمه يا غازي، قدر في كام شهر انه يغيرك ناحيتي ومسح عمري كله باستيكا. عندي لفة محامين كتير قوي، يمكن الحق اخدك. مش رايحة مش رايحة مش رايحة. عايزة حاجة يا صفو؟ لا لا مش عاوزة حاجة، أنا قلت لها مش عاوزة حاجة. امال ايه اللي كان مخرجك من اوضتك دلوقتي؟ مفيش، انا عاوزه انام، انا خلاص خلاص هنام. حبيبتي لو عايزه حاجه قوليلي. لا مش عاوزه حاجه، انا خلاص خلاص هنام. طيب انا اللي راضي معاكي وهعدي عليكي تاني اطمن عليكي. ودمعتها ما نشفتش من على خدها. طيب طيب أمين عليك يا سلام.
تحسس من نفسي وهي بتهون عليها. دي الست خلاص استوت على الاخر، استوت. احنا خلاص انا اللي استوت. ما حدش يقول كلمه حق في البيت ده، صح؟ حاضر. طب اهون عليك ازاي وانا عايز اللي يهون عليا؟ عشان اللي حصل للغندورة بتاعتك؟ لا، عشان اللي حصل لكل اللي بنحبهم. ولقيتها دي بنت غلبانة ضايعة، ما صدقت لقيت واحد مسكت في ديله عشان تداري تحت جناحاته، وده اللي مخليني ألف وادور عليها علشان الحقها. هو عمر لسه ما جاش؟ عارفه يا تينا، كل ما اقول خلاص الدنيا بدات تضحك، حتى لو بتندع ضحكه صغيره تلاقيها بتضحك علينا مش لينا. وقعت وعي. عارفة انت لو وقعتي كلنا هنقع. انا بموت يا عم. سما سما وحشتني قوي. البيت ملوش طعم من غيرها. آسف إني جيت من غير ميعاد كده الصبح. الكلام ده ما يتقالش بينا يا عمر. مالك، هو أنت تعبان؟ شكلك مش نايم من امبارح، صح؟ يعني شوية مشاكل عادي. مشاكل إيه بقى؟ في الشغل ولا في البيت؟ نمضي على ده. والله انت كويس. حقيقة ايه بقى؟ اللعبة الحقيرة اللي عملتها صاحبتك. ومين اللي قالك؟ فضل. فضل؟ صدقت فضل يا عمر؟ وانا ما سمعتنيش. حد مكاني كان هيعمل كده واكتر كمان. عارف يا عمر، قعدتي هنا خلتني اكتشف حاجات كتير. عارف انا اكتشفت ايه؟ اكتشفت ايه؟ ان اتسرعنا قوي في الجواز. ايه؟ اكتشفتي انك ما بتحبنيش؟ بالعكس، دي أكتر حاجة أنا متأكدة منها. أنا حبيتك بجد، وإنك برضو حبتني. أمال اكتشفت إنك اتسرعت في إيه؟ الحب لازم ثقة تتبني علشان تشيل البيت وتحمي الجواز، وده اللي إحنا ملحقناش نعمله. علشان كده ضعنا في أول مطب شك قابلناه،
لمار، ربنا وحده اللي عالم انا جاي لك وانا فيا ايه، وشايل جوايا قد ايه، وتعبان قد ايه. انا لا حمل فلسفه ولا حوارات ولا من هذا. انا جيت لك لما حسيت ان المفروض اجيلك وحقك اني اجيلك، مهما كانت الظروف اللي انا فيها. انا مقدره مجيئتك دي، بس تفتكر ان ده كفايه عشان نرجع لبعض؟ اللي حصل يا لمار انا ماليش ذنب فيه ولا انا ليا ذنب فيه. مع ذلك انا شلت الذنب كله لوحدي، لوحدي يا عمر. قرارك الاخير؟ سيبني لما نفسي واصلح اللي باظ فيها واتكسر. انت ما تعرفش اهمة الشك دي بتعمل ايه في قلب الواحدة. بتحس كل يوم بالقهر والذل والاهانة. واضح اني ما كانش المفروض اجي دلوقتي وانا في الحالة اللي انا فيها دي. المفروض في كلام كتير اقوله، بس مش قادر اقول حاجه. اشوف وشك بخير عمر. خلي بالك من نفسك عشان خاطري. غازي ما راحش الشغل ليه؟ عايزه اقول لك يا ستي من الصبح على القعده دي وهاري نفسه قهوه وسجاير. طب اعمليها كمان قهوه بسرعه. حاضر. يا غازي ما روحتش الشغل ليه؟ يا خبر، ايه كميه السجاير اللي انت شاربها دي كلها؟ يا حبيبي قد كده زعلان عشان سما؟ سما ربنا معاها وان شاء الله تطلع منها. امال في ايه؟ مفيش حاجه، انا هقوم اشوف شغلي. لا لا لا، استنى استنى بس، قولي مالك؟ انت كنت امبارح كويس قوي، ايه اللي حصل؟ انا لما لقيتك مخنوقه وتعبانه عشان اللي حصل لسما ما كانش ينفع انا اتكلم او اقول اي حاجه. يبقى في حاجه، قول اتكلم. فيك ايه؟ مفيش حاجه يا تينا، بقى انت مش ناقصه. لا انا مش هسيبك الا ما اعرف في ايه. انا في كارثه، ويمكن اتسجن علشان عليا مبلغ كبير قوي. عمر سامة، انا هموت هنا يا عمر. انا خايفة قوي. ليش ده وضع مؤقت، اكتر من محامي قال لي الكلام ده. انا مش عارفه يعملوا فيا ايه. ولا حاجه ولا حاجه ولا يعملوا فيكي حاجه، ما تخافيش. مش تعالي يا ودي، تعالي يا ودي، ما تخافيش وطمني خالص. طمنيني عليك، انت تاكلي وبتشربي، انا ببعت لك اكل كل يوم. طمنيني، انا مش عارف انام يا سما. عارفه ان انا سبب المشاكل اللي انت فيها دي كلها، سبب القرف ده. بس يا حبيبتي، بس انت مهمتك تغلطي وانا اشيلها عنك. اتفقنا؟ مش انا اخوك الكبير وده مش وقت حساب دلوقتي خالص. أنا سرقتني السكينة، ما كنتش حاسة أنا بعمل إيه لحد ما لقيت نفسي هنا. معلش حبيبتي ولا يهمك، ما تشغليش بالك بالموضوع ده خالص. المهم طمنيني عليكي، ناقصك إيه أجيبه لك هنا؟ محتاجة أجيب لك إيه؟ عايزة أفضل في حضنك لحد ما أخرج من هنا.
لو سمحت يا أنسة. خير، مين حضرتك؟ المقدم أحمد حسام مباحث القاهرة. مالك يا حضر الضابط داخل علينا كأنها شقة مفروشة، دي عيادة وفي ناس عيانين كتير. مش عايز رغي كتير لو سمحتي، دي عيادة الدكتور عمر النواوي. خير يا فندم، في ايه؟ في ايه اللي حصل؟ يا جماعة يا ريت كل واحد يخليه مكانه بلاش شوشرة. لا محتاجين نفهم في ايه اللي حصل؟ لو سمحت. خير يا جماعة، في ايه؟ أنت الدكتور عمر النواوي؟ أيوة أنا. طب اتفضل معانا لو سمحت. اتفضل معاك فين يا حضرة الضابط؟ من فضلك يا دكتور، من غير أي شوشرة. اتفضل معانا. طب ممكن أفهم فيه؟ في أمر بالقبض عليك. ما تاكلي يا ستي، أنت ما أكلتيش حاجة من الصبح. ماليش نفسي يا هنادي. حرام عليك اللي انت بتعمليه في نفسك ده، انت كده هتقعي من طولك. لا طول ولا عرض، بقتش فارقه. شوفي يمكن يكون عمر. ان شاء الله ويكون جايب معاه كمان اخبار حلوه. ساعه الا ربع عشان تفتحي الباب. معلش. فين التفين؟ خلاص. ها يا عم حافظ، في اخبار عن سما؟ سما ايه بس؟ وده وقت السماء. عمر قبضوا عليه. يا مصيبتي ليه؟ يا فندم اكيد في حاجه غلط. انا لغايه دلوقتي مش فاهم انا هنا بعمل ايه؟ وقاعد لغايه دلوقتي؟ في ايه بالظبط؟ اهدى يا دكتور عمر، وحضرتك دلوقتي هتعرف كل حاجه. المشكور يا فندم. اتفضلوا. دكتور عمر، حضرتك تعرف المدام؟ اه طبعا، المدام حاله عندي في العياده. تعرف الاستاذ؟ لا، عمري ما شفته قبل كده. مدام مروه، ممكن تحكي لي بالظبط ايه مدى العلاقه اللي بينك وبين الدكتور عمر؟ علاقه ايه يا فندم؟ بقول لسيادتك حاله عندي في العياده، علاقه ايه؟ من فضلك يا دكتور اهدى عشان تسمع كويس. حاضر، نسمع. يا فندم انا رحت للدكتور عمر في العياده وشرحت له حالتي وحاله جوزي، قال لي مفيش حل خالص غير الحقن المجهري. دكتور عمر، الكلام اللي بتقوله مدام مروه ده حصل؟ حصل، وجوزها كان معاه. شوف بجاحة البشر، جوز مين يا عم انت؟ في ايه يا ابني مالك انت؟ في ايه؟ انت مالك انت؟ ايه في ايه؟ اتخانقوا قدامي ولا ايه؟ انا مش فاهم ايه علاقته بالموضوع، بيتدخل ليه؟ البي يبقى جوز الهانم. نعم. وكل التحاليل والاشعه والدكاتره الكبار قالوا اني ما بخلفش واستحاله اخلف، لا طبيعي ولا حقن مجهري. ايه ده يا فندم؟ ده مش جوزها، مش ده الراجل اللي احنا خدنا منه العينه. اعترف الكبال والله لا قتله. اعترف بيه يا عم انت؟ اكيد في سوء تفاهم يا فندم. ما تتكلمي يا مدام. بس مش عاوز ولا كلمه. يا فندم ده مش جوزها، ده لسه بيقاوح. ما تتكلمي يا مدام. فين الراجل اللي كان معاك يومها؟ خلاص يا دكتور، خلاص انا اعترفت بكل حاجه. نعم يا اختي، اعترفتي بايه؟ اشهد لك بصراحه ده اخر مسمار في نعش صاحبك. يا عيني هيلاقيها منين ولا منين؟ ده لسه يا دوب بيفكر هيعمل ايه مع اخته، لقى نفسه لابس في حيطه. بصراحه ابليس يعمل لك تمثال. لا لا لا، ما تغرنيش قوي كده. انا لا خططت ولا دبرت ولا عملت اي حاجه. هو اللي وقع روحه، حد قال له يمشي شمال؟ لا ملعوبة. حلوة النغمة دي، استمر عليها بقى وكمل بيها بقية الألبوم. ألبوم ايه؟ مش فاهم. ألبوم الفضائح بتاع عمر. هو انت فاكر ان انا؟ انت زي الفل. وانت حد يقدر يقول عليك اي حاجة؟ شكلك كده مش مصدق. مش مشكلة انا صدقك، المهم الناس هنا هي اللي تصدقك. ده عايز توصل ليه بالظبط يا غازي؟ احنا طول عمرنا سكتنا واحدة، ايه اللي خلاك تحود لوحدك المرة دي؟ مش بقول لك شكلك مش مصدقني؟ طب والله قبل ما تورط نفسك في حلفانات وكلام ما انتش قده. اتفضل يا مدام، خد اتفرج. ده بقيه المبلغ اللي اتفقنا عليه. وراجع نفسك يمكن تتعظ. ايه ده؟ شوف وقول لي رايك. يا مدام ده كلام برضه كده بقى نسمع منك اللي انت عايزه. ايوه جينا للكلام اللي انا عايزه بقى، ان احنا نفذ اللي اتفقنا عليه وما ننساش منه ولا حاجه. هنا بقى نقطة ومن أول السطر نبدأ نتفاهم، وكل واحد ياخد على قد
دماغه. انت بتسومني يا غازي؟ تلميذك النجيب يا روح غازي. اشرب اشرب. بكره بتاعنا ده ما بينطلوش الشمس يا خلوصي. انا زي القطط، كتب علينا نلقط رزقنا من صبايح الزباله. النهار ما اندرس تحت اي بير سلم. لما البطن شبعت والهدمه نطفت قلت خلاص اكيد البال هيرتاح والدنيا هتضحك لنا وتورينا الحلو منها بعد ما طول عمرها مورينا المر. بس طلع الحلو ده تمنه غالي قوي يا بريزه. تمنه رقبتي يا خلوص مش كده؟ رقبتك دي طلع تمنه غالي قوي عندها يا بريزه. ساعات كتير كنت بسأل نفسي انا ليه بشتمها وبضربها وبزعلها. اتاري كنت مداري حاجه جوايا مش عارفها. هو ده اللي اسمه الحب يا بريزه ولا ايه؟ اه هو الحب. طلعت بحبك ومعرفش يا بريزه. مرة صوتك يخبط وتاني كلمة حلوة تستنيه يا استاذ حمزة زمان. وديك سمعتيها يا بريزة؟ كنت فاكر نفسي صوت مخربش، الدنيا مزعة في جسمه ومعلمة في كل حتة فيه. أبيع الهوا ده أضحك على ده وأنصب على ده بكلمتين إنجليزي اتعلمتهم من الراجل اللي كنت شغال عنده في البازار. وسخ أوي أو طب الموس على الأرض كمان. لحد ما قابلتك أول مرة في الحارة وشفتك حسيت إن أنا أعرفك من زمان قوي. عارف إن هو كلام مكرر وبيتقال في كل الأفلام بس كان هو ده إحساسي ساعتها فعلا. ولما كنت بتبعدي عني ولا تختفي يومين في أي حتة كنت بتبحشيني قوي قوي. وعارف برضه إن ده كلام مكرر بس هو ده إحساسي. لحد ما طلبوا مني إن أنا أقتلك وحطوا رقبتك قدام مستقبلي قدام الكباريه. ساعتها بس حسيت إحساس غريب قوي. حسيت ان هم عايزين يقطعوا حته من جسمي. انت طلعت حته مني يا بريزه. طلعت غالي قوي قوي. طب واخرتها يا خلوصي؟ مش هنتجوز؟ عايزه نتجوز؟ هيحصل. حياتك لا يحصل. امتى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
القعده اللي ملهاش اخر. حاولي تنام يا بنتي، حرام عليكي جدتك. مو معقول، مو معقول. خير يا بنتي؟ ايش صار؟ مصيبه يا ابوي، مصيبه. مصيبه ايه يا فندم الشرف؟ ماني عارفه يا ابوي، بس الفيسبوك كله قاعد يقول عن فضيحه عمر النواوي، وان البوليس قبض عليه في وسط العياده وسط العيانين. لا اله الا الله، فضيحه ايه يا بنتي؟ ماني عارفه، ماني عارفه يا ابوي. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ربي هالمصيبه عماله تنزل على دماغنا كده ليه؟ احنا ما عملناش حاجه وحشه فعلا، حتى انت يا عمر. ولا قوة. غازي، غازي انت فين يا غازي من الصبح؟ سايبني لوحدي في المصايب اللي انا فيها دي كلها، انت فين؟ مين اللي قال لك مين؟ مين اللي قال لك مين؟ انت بتعمل كده ليه؟ فيك ايه؟ الراحة يا بيبي، انت مش حمل المناهدة دي كلها؟ صحتك يا روحي. لا لا انت مش طبيعي، انت شارب حاجة؟ اي كده ازعل منك. تزعل مني؟ عمر اخويا في المصيبه السوداء اللي وقع فيها دي، وبكلمك بدل مره مليون وما تردش عليا وترجعني بالشكل ده وتقولي في الاخر ازعل منك. انت عايزاني اعمل لك ايه يعني؟ وبعدين ما هو اللي غلطان؟ حد يعمل العمله السوداء دي؟ دي مصيبه، دي بيسموها في شغلانتنا جريمه اخلاقيه. انا ما بقولكش دي درس شغلانتكم، انا بقولك انك المفروض تكون واقف جنبي في مصيبه زي دي. عارف يعني ايه تقف جنبي؟ طب انا واقف جنبك اهو. روحي. وانا رحت فين؟ حاسبي حاسبي بس حاسبي. اقف كلمني زي ما بكلمك. بقول لك ايه؟ ما بكرهش في حياتي حاجه قد الصوت العالي. اوعى تسمعني ولا لا؟ لانه بيوجعلي دماغي وبيضايقني، فما تعمليش كده تاني. طب على الاقل طمني، الفلوس اللي خدتها مني حلت لك المشكله ولا لا؟ الله، ده انت بتعايريني بقى. ما كانوش قرشين دول اللي سلفتهم لي يا ستي؟ لا انا ما بكلمكش على الفلوس، انا بكلمك على اللي كنت عاملها لي مشكله وحارق صدرك بالسجاير بسببها. يا ترى اتحلت ولا ما اتحلتش؟ لا اطمني، دفعت الفلوس. تحب ابقى اجيب لك الوصل؟ انت مالك؟ فيك ايه؟ المصايب عماله فوق دماغنا من كل حته، وانت راجع لي كده سكران؟ انت مالك عمل كده ليه؟ عندهم حق في كل اللي قالوه عليك. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه انت؟ انا بحب اقول الكلمه مره واحده بس. انا قلت لك اني ما بحبش الصوت العالي، ما بحبش كمان مراتي صوتها يعلى قدامي. اذا كنت فاكره نفسك كسره عيني بالقرشين بتوعك تبقي موهومه. دول يا دوب اقل تعويض قدام فرق السن اللي بيننا. واللي انت عارفاه كويس. قولي من وشي. قلتلك يا دكتورة هربت. روحي قولي للأم بسرعة. حاضر. ليه كده بس يا صفرا؟ اتأكدت إن العينة اللي اتاخدت من جوزها؟ يا فندم المستشفى بتتأكد من الكلام ده. يا دكتور عمر، الملف بتاع الهانم اختفى تماما من المستشفى. اختفى ازاي يعني؟ ما هو ده اللي عاوزين نعرفه منك. أنا معرفش يا فندم، أنا بجد معرفش، هتجنن. ممكن تحكي لنا اللي حصل بالتفصيل؟ يا فندم انا رحت للدكتور عمر العياده وشرحت له حالتي وحاله جوزي، قال لي ما تقلقيش خالص الحل عندي بس يكون سر بينا، وجاب لي واحد ما اعرفوش وراح قايل لي ده هيبقى جوزك قدام الناس في المستشفى. ما حصلش، انت كدابه كدابه يا فندم، الكلام ده ما حصلش. مقابل ايه؟ فلوس انا وهو اتفقنا عليها،
واديتهم له في العياده. كدابه. اللي حصل يا فندم ان هي جات لي وكان معاها جوزها وطلبوا العمليه وعملت لها العمليه. انا مش فاهم هي بتقول كده ليه. هتبلى عليك يعني ولا هتبلى عليه؟ اه بتتبلي عليا انت كدابه وستين كدابه. والله العظيم ما حصل يا فندم. يا فندم انا بطالب بالافراج عن موكلي بكفاله ماليه. عني هروح له يعني هروح له. استني بس يا تينا، عمر مأكد عليا محدش يروح ونبه عليا اكتر من 100 مره. ما ينفعش ما ينفعش اخويا يبقى لوحده في النيابه واحنا كلنا قاعدين هنا في البيت. انت عارفه هناك هيبقى صحافه ومصورين هما ما بيصدقوا. عمر مش ناقص فضايح، كفايه اللي هو فيه. يا عيني عليك يا عمر يا اخويا، بعد اللمه دي كلها يبقى وحيد كده في الدنيا؟ الناس بقت وحشه قوي كده ليه يا عمي؟ انت عارفه انا بفكر في الامار. يمكن يمكن ايه؟ معقول يعني الخبر ما وصلهاش لحد دلوقتي؟ صباح الخير ست لمار. ألف الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. تعالي في حضني اللي من ريحة الحبايب. أنا أول ما عرفت الخبر قلت لازم أجي هنا وأطمن على عمر وأبقى جنب. أنا كنت متأكد إنك بنت أصول. ألف الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا عمر. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. شفتي وشك حلو يا بنت اللذينة. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة يا عمر. الله يسلمك. وانا هفضل الف وراكي في كل حته كده؟ واخرتها معاكي هتفضلي كده لغايه امتى؟ ده انا قربت انسى شكلك. انا مش عارفه انت جبتي الاسود دي كلها منين، وعايزه تسيبيني دلوقتي بعد خلاص ما بقاش لينا غير بعض. انت بتضحكي؟ اه اصل الحته دي شفتها قبل كده في مسرحيه بايخه قوي بصراحه. كملي كملي، اصلها طالبه معايا بواخر. انت قليله الادب. عادي، ايه الجديد؟ قولي حاجه غيرها. عفه مالك يا حبيبتي؟ فيكي ايه؟ انا عارفه ان انت كنت متعلقه بباباكي وبتحبيه قوي، صدقيني رغم كل اللي حصل انا مش قادره انساه. بس لحد امتى؟ لحد ما تعترف ان انت اللي قتلتيه. انا؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ اللي انت سمعتيه. انا عارفه انا بقول ايه كويس. حطيتي له السم وكنت عايزه تموتيهم هما الاثنين سوا. نار الغيره حرقت قلبك اول ما شفتيه مع واحده غيرك وكمان قد بنتك، فقررت تحرقيه بيها، صح ولا لا يا ميار هانم؟ حكايه غريبه قوي، ولا حكايه الافلام. مش فاهم حاجه، مش عارف افهم حاجه، ولا اعرف ازاي اتعملت ولا ليه. استغفر الله العظيم يا رب. ده أكيد حد مدبرها لك يا عمر. حاول تفكر مين اللي مصلحة في أذيتك وأنت تفهم. اللي ليهم مصلحة كتير، بس مش ده المهم. المهم عملوها إزاي وليه. ربنا يورينا فيهم يوم ويفضحهم زي ما هم بصل لك كده. هو ما فيش غيره، دكتور عوني سماوي وعايز يكوش على المستشفى. أصل الحكاية اللي حكيتها يا عمر محدش يقدر يعملها إلا إذا واحد فاهم في شغلانتك كويس، وفاهم برضو في ثغرات قانونها. حتى لو وصلنا لكده هنثبت ازاي؟ هنعمل احنا كمان شغل عصابات وندور عليهم في كل حته. ان شاء الله نعمل مخبرين، المهم نوصل لحقك. ده انا اروح اطبق زماره رقبته لحد ما يقر. انت كمان ممكن يا عمر تقول كل ده في النيابه. من حق المحامي يقول لكم ايه على سما؟ لا ما قالش حاجه. ربنا يلطف بينا، احنا لاقيها منين ولا منين بس. مش وقته بقى يا تينا. الله اسكتي يا اختي، والله العظيم انا حاسه ان هجره لي حاجه. خلاص يلا قوم انت يا عمر ومتوضى وصلي ركعتين لله. انا مش فاهم في ايه بالظبط، بجد مش فاهم حاجه. وانا كنت شطان ودخلت النار وبتحاسب مثلا استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا رب. اختبار اختبار. لا ما انا رحت له امبارح ما لقيتوش. طب اروح له تاني. عمر اشمعنى دلوقتي جيتي؟ لازم ابقى في مصيبه عشان تظهري يعني. بتعملي الواجب وبتريحي نفسك مش كده؟
انا مش عايزه اتكلم في اي حاجه دلوقتي. انا عايزك تنسى اني كنت مراتك واننا اتطلقنا. عايزك تفتكر حاجه واحده بس، ان في بني ادم بيخاف عليك بجد، مستعد يعمل اي حاجه اي حاجه علشان ربنا ينجيك من اللي انت فيه. لا كتر خيري، بنت اصول بجد. انا رجعت مصر وقاعده دلوقتي في البيت اللي كنت قاعده فيه عشان ابقى قريبه منك، ولما تحتاجني هتلاقيني اقرب من اقرب صديق ليك. هو ده كل اللي اقدر اقدمه لك يا عمر. عليك عيشتك. وبعدين يلا عمو، عمو نيازي، لما تقول تكلمني تقول لي يا عمو نيازي، فاهم؟ عمو نيازي اللي انت رحت بعته عشان تكوش على الليله كلها. بس يا ابن الغاليه لفت لفت ورجعت لي تاني. جرايه يا ريس، هو احنا موصوفين لك ولا ايه؟ ما وراكش غيرنا؟ بس انت في حالنا بقى يا اخي واحتقنا. ما هو اصل الغندور اللي قبض تمنك يا موزه من الكلب اللي باعني ليه ما قدرش، قلبه رهيف حنين ما قدرش يخلص عليك ويموتك. بس لفت لفت وجالي اللي ماسك سلسله الكلب وقبضني وقتي تمنكم انتوا الاثنين. بتتكلم على مين يا نيازي؟ عمو نيازي ما تنساش، بتكلم عن عوني، الدكتور عوني. عوني ده بقى اللي دفع تمنك يا موزة. بقول لك ايه يا عمو نيازي، ما تجيب من الاخر وتقول انت عايز ايه ومين اللي بعتك. طالما قلت لي يا عمو انا هجاوبك. اصل في واحد بقى بيفهم في الرجاله، بيفهم في الرجاله كده، جاني. واللي بيفهم في الرجاله ده مين بقى؟ غازي، الدكتور غازي. بص يا ست اكتفينا. اسم الله عليك، يلا ده انت مذاكره العيله كويس اهو. طب انا بقى عايز اطلب منك طلب انت والرجاله اللطيفه اللي معايا دي كلها، تؤمر بايه؟ لا انا ما امرش بحاجه، انا عندي اوامر مدفوعه الاجر ولازم تتنفذ وفورا. تقصد ايه؟ اقصد الله يرحمكم انتوا الاثنين. في واحد عايز يقابل الدكتور يا هنادي. واحد ايه؟ انت مش شايف الدكتور مزاجه متعكر؟ ايه؟ روح انت بس وبلغيه، مالكيش دعوه، بطلي لات. لا يا اخويا مش هبلغه، انا مش حامل شخطتين منه، روح انت. ده انت بنت جبانه. في ايه يا هنادي؟ مفيش حاجه يا دكتور. بالراحه قلت لك مش عايز دبدبه. حاضر. مغاوري عايز حضرتك. في ايه يا مغاوري؟ في واحد بره طالب يشوفك. واحد مين؟ ما قالش. طب روح عندها. حاضر يا استاذ. انت في تحسن دلوقتي؟ الحمد لله يا دكتور. احسن، ربنا يخليك. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا اسمي علي. طبعا انا اسف جدا ان انا جيت من غير ميعاد، بس الموضوع اللي انا جاي لحضرتك فيه ما ينفعش يتاجل اكتر من كده. طب اتفضل استريح. روح انت يا مغاوي. حاضر. بعت لنا اتنين قهوه يا هنادي. حاضر يا دكتور. خير يا فندم، موضوع ايه؟ موضوع بخصوص اخت حضرتك الانسه سما. سما. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟
تاني في ايه؟ هموت في ايه؟ تصرفات ايه بالظبط اللي انت شاكك فيها؟ بص يا دكتور، انا علاقتي بعفة في الفترة الأخيرة قوية جدا، بس انا لاحظت ان هي في الفترة الأخيرة بالذات مش طبيعية خالص. ده غير انها قطعت علاقتها بمامتها تماما، ما بتروحش البيت اصلا، على طول سهرانة لحد وش الصبح، وساعات بتروح المقابر عند ابوها تقعد عليها. بس كل ده طبيعي جدا، عفة اصلا علاقتها بأهلها عمرها ما كانت مظبوطة. تمام، الكلام ده كان ممكن يبقى صح جدا لحد اللي انا سمعته منها النهارده. سمعت ايه من عفة؟ عفة بتتهم امها ان هي اللي ورقت لابوها، ولو فكرنا شويه بس في الكلام ده احتمال كبير قوي ان هي صح. انت مهتم ليه بالموضوع ده؟ عشان واثق ان سما بريئه. لحظة واحدة. اتفضل. الو، اهلا وسهلا. اهلا دكتور. دلوقتي؟ طب ما ينفعش في التليفون؟ طيب حاضر ماشي، انا جاي حالا جاي حالا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ان شاء الله هترجع وتنور البيت من تاني. البيت بقى وحش قوي من غيرها. كل حاجه حوالينا بقت وحشه قوي، الدنيا ما بقاش ليها اي طعم. يا رب ربنا فرجه قريب وهتتعدل باذن الله. وحشتني قوي يا نادي سما، بجد وحشتني. صوتها في البيت وحشني، حضنها وحشني، حتى منقرتها لينا كلنا في البيت وحشتني. أنا مش عارفة هي اللي عملت في نفسها وفينا كده ليه يا هنيدي؟ صغيرة ومش فاهمة، أديها بتتعلم. بتتعلم وعلمت فينا. مش عارفة هي مالها عمالة تضيق علينا قوي كده. والله إحنا ما عملناش أي حاجة وحشة في حد. استغفر الله العظيم، استغفرك يا رب وأتوب إليك. ربنا كريم، وإن شاء الله إن شاء الله فرج قريب. أنا طمعانة في رحمته ولطفه وعدله في قضاء. اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. آه، أنا مبقتش أخاف غير من تخبيط البيبان. قومي افتحي. استني ما أشوف مين. أيوة أيوة، استر يا رب. كف الله الشر، في إيه؟ ده البيت اللي ساكن فيه الدكتور غازي الوعيد. ايوه يا فندم، وانا مراته في حاجه؟ في بلاغ من مصحه نفسيه بهروب مريضه، وعندنا شك انها ممكن تقتل دكتور غازي. تقتله؟ ومين المريضه دي؟ اسمها صفوه، وكانت مراته. صفوه، أنا آسفة جداً إني أزعجتك، بس ضروري كنت أشوفك عشان تلحقها. خير يا دكتورة؟ حضرتك قلت لي مسألة حياة أو موت، إيه الموضوع؟
صفوة هربت وناوية على قتل جوزها. هربت؟ قتل جوزها مين؟ قصدي اللي كان جوزها، وحسب معلوماتي دلوقتي انه جوز اخت حضرتك غازي. وتقتله ليه؟ انا ما كانش ينفع اقولك قبل كده عشان دي كانت رغبتها ودي اسرار مريض، بس في الوضع اللي انا فيه ده ما عنديش حل تاني. اسرار ايه؟ اتكلمي ارجوكي. غازي هو اللي دمر صفوة وكان السبب في دخولها المصحة. ازاي؟ عمل ايه يعني؟ صورها وهي معاه، ومن وقحته ما كانش جايب وش في الصورة عشان يفضل مهددها بالفضيحة. صورها وابتزها بالسي دي واخد كل فلوسها. دينا خير يا دكتور عمرو، في حاجة؟ سعادتك الدكتور غازي. ايوه انا دكتور غازي. سعادتك تعرف واحده اسمها صفوه؟ ما انا قلت لسعادتك الدكتوره صفوه كانت مرات الدكتور غازي. هي مالها صفوه؟ هربت من المصحه النفسيه اللي كانت بتتعالج فيها وفي خطوره على حياه سعادتك. هربت؟ هربت ازاي وامتى؟ النهارده الصبح الدكتوره اللي بتعالجها بلغتنا انها هربت وفي خطوره على حياتك. طب مش فاهم يعني انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض انك تحصن نفسك كويس، لأن صفوة دلوقتي مريضة نفسية يعني غير مسؤولة عن تصرفاتها. على كل حال لو حسيت بأي خطر أنا سبت كل تليفوناتي للمستشفى والبيت عند سعادتك. أنت رحتوا البيت؟ أمال إيه؟ راحوا البيت وقابلوا كتافينا وقالوا لنا إيه؟ كانوا هيموتونا. خدي نفسك الأول فاهميني، هو في إيه؟ ضربوا علينا نار، نطيت من الشباك وفضلت أجري أجري لحد ما نفسي اتقطع. لو كنت عارفة رايحة فين ولا جاية منين. خفت أروح لحافظ لأعرفه سكتي، وأنا مقطوعة لا ليا حد ولا أعرف حد. لقيت نفسي جاية على هنا. هما مين دول اللي عايزين يقتلوكي؟ شلة الأربعين حرامي إياهم، أتاريهم كانوا عاملين رباطية ومنفذين على بعض ولاد الهرمة. هما مين دول ورباطية إيه؟ أنا مش فاهمة أي حاجة. شلة الدكاترة اللي بتشتغل مع دكتور عمر ومعاهم جوز أخته أبونا بزرق ده. وهم عايزين ايه من عمر؟ انا هفطمك على الحوار كله، بس والنبي تربيس الباب كويس احسن يكون قطرني ولا حاجه. ما تخافيش الباب مقفول كويس، انت فاهميني بس، فاهميني عايزه افهم اي حاجه. طيب نكلم حافظ قبله وانا راسك على الحوار. ماشي. يعني ايه خرجت ونسي موبايلها في البيت؟ طب اسمعي، هي معاها صلاح؟ طيب طيب خلاص اقفلي يلا. سلام. استرها معانا يا رب. دلوقتي بس افتكرته صفوة. كويس ان لسه فاضل مني شوية شبه تقدر تعرفني بيهم بعد ما حولتني المسخ مرمي في مستشفى امراض نفسية. صفوة علي مستشفى ملغمة بوليس كلهم بيدوروا عليكي، كده هتضيع نفسك. انا لسه ما طلعتش. طم خلاص انا بقيت جلد على عظم خالي من اي احساس، لا انا بخاف ولا بقى يفرق معايا. وهقتلك صفوة. انا جاهز اكون غلطت، بس انت كده هترتكبي جريمه. هو في جريمه ابشع من اللي انت عملته فيا؟ في جريمة توجع أكتر من إن واحدة تبقى مقابلة لجوزها وهي في حضنه، تصحى تلاقيه مصورها وبيساومها؟ عشان كده أنا لازم أقتلها. هدي بقى سيبي دي اقعدي. انت معرفتش اللي حصل يا دكتور؟ حصل ايه؟ البوليس كان هنا وقلب الدنيا وقال ان الدكتوره صفوه كانت محجوزه في المصحه وهربت عشان تقتل الدكتور غازي. ده كان لو لسه ليه عمر. هو فين؟ هو مين؟ كويس قوي ان انت وصلت يا دكتور عمر،
انا كنت عايزك في حاجه ضروريه. ابعد من وش السعد يا عون، انا مش طايقك. لا الحق عليا، ان انا عايزك لمصلحتك. قلت لك غور من وش احسن لك. ما توديش نفسك في ده يا عمر، البوليس في كل حته، وبعدين يا اخي غازي مهما كان جوز اختك. استنى يا عمر، غازي مش هنا. مرة فين؟ امتى؟ بس اسكت، استيقظ مع صوتك، استيقظ مع منك ولا كلمه. دي مجنونه وهربانه من المصحه. هقتلك يا غازي. بقول لك يا تينا مجنونه وخطر علينا احنا الاثنين. الخطر هو انت، الخطر عليا وعلى حياتي وعلى كل اخواتي. دمرتني ودمرت العيله كلها. كنت عامل زي الوقت اللي دخل وقش كل الحلو اللي في حياتي. عشان كده لازم يموت. لا يا صفو اوعي تموتيه، ده المطرح مريض، المطرح ما بيستاهلش. علقوني المكان انتوا الاثنين. لكم ايه؟ مفيش واحده منكم تقدر تمس شعره مني. بالنسبة ليك انت بقى يا مرات العزيزة، فانت اكيد عارفة ان اختي دي دخلت المصحة ازاي. فلو خايفة على روحك مش عايزة تشوفي بعينيكي كده سيدي حلو زيك، سبقيني على البيت وحضريلي العشاء، استنيني فوق في اوضة النوم. مش لاقي اي كلمة سافلة عشان اقدر ارد بيها على الكلام اللي انا سمعته منك دلوقتي. انا مش عارفة اقولك يا اخي، بكزرتك اللي انت فيها دي اعمل ايه؟ اخف ولا اتصدم ولا اتف على الارض ولا اعمل ايه يا دكتوره صفوة؟ اتجنن زيك واخد اوضه في المستشفى ونبقى احنا الاثنين مجانين، ولا اسمع كلام واروح احضر له العشاء واستناه؟ والله بقى كل واحد اضرب مصلحته. فاهم انت عايز توصل لايه؟ بسألك على دكتور غازي، لو تعرف مكانه قول لي. الحقني يا دكتور عوني، استراحه الدكاتره، استراحه الدكاتره سامعين منها خبط ورزع وازاز عمال يتكسر، والاستراحه دي كان دكتور غازي قافل على نفسه بيها من جوه. غازي موجود جوه؟ استنى يا عمر. هو دكتور عمر ماله يا دكتور؟ اتجنن، تصدقني عايز يقتل الدكتور غازي. هو لسه برضه راكب دماغه؟ الحقه يا مرتضى قبل ما يعملها. حاضر يا دكتور. وانتي روحي اطلبي البوليس، وانتي اطلبي لي الامن بتاع المستشفى. مفيش وقت، البوليس مرشق في كل حته، والدكتور عوني ما هيصدق يلبسها لك. ما انت عارف. عارف ايه؟ انا بقول لك انا ما قتلتوش. يا سيدي انت عليك كذا قضيه ومحدش هيصدقك. الحق اهرب دلوقتي، قوم. اهرب؟ بقول لك ايه؟ الحق اهرب من الباب ده، والمستشفى ليها ابواب كتير وانت عارف السكه كويس. يلا ما تضيعش وقت. يلا يا عمر. الله يرحمك يا غازي. قتلناه 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 ولا غلط؟ قتلناه ولا حركة ولا حركة. صلاح صلاح
صلاح فين انت يا صلاح؟ ما تخبي يا صلاح جاي يخدر مين دول اللي جاي يعني صوت يا مجنونه استني يا مجنونه ايه اللي حصل يا مرتضى؟ دكتور عمر خنق غازي بسلك التليفون وقتله ولما شافني زقني وهرب. اقلبوا عليه المستشفى بسرعه. انا كنت عارف ان الجدع اللي اسمه غازي ده مش هيجي من وراه غير المصايب. ربنا يسامحك يا تينا. مش وقت الكلام ده بقى يا عم حافظ. عمر لازم يعرف عشان يلحق يتصرف. الناس دي ناويه له على نيه سودا. خلوصي هو اللي قال لي كده. انا عارف بس عمر هيلاقيها منين ولا منين يا اخويا؟ هو ده وقت ناد بالتراخر. موبايله كمان مقفول. طب والعامل؟ عامل ايه؟ انا مخي تربس خلاص ما بيفكرش. لا ده مش وقت تربس، شغله لنا كده حبتين الراجل هيروح في شربة مية. يا حبيبي يا عمر. يا اختي للدرجة دي يا اختي عشقاه؟ رئيس دمنية في ايه؟ انت مستنيه حد؟ لا طب ما افتحي واحنا هنتدارى هنا. بسم الله عليك يا جاي. انا مستغربه مين اللي هيجي لي في الوقت ده. ما تخافيش انا بقى. يلا مين؟ عمر ايه ده وانت بتجري من مين يا عمر؟ غازي تقتل. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ انا ما قلتش، انت اللي قلتي. انا ما قلتش حاجه من الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. لا قلتي، والناس سمعتك في النادي ان انت قلتي ان مامتك اللي قتلته وواجهتيها بالكلام ده. انا اقول اللي انا عايزاه، انت مالكش دعوه. الكلام ده بجد يا عفه؟ بجد كمان انت مجنونه ولا ايه؟ انا كل الموضوع ان انا كنت عايزه انكد على ماما واعرفها في حياتها شويه، لكن انت مالكش دعوه باي حاجه في حياتي. طب اهدي بقى عشان احنا في مصيبه دلوقتي، خليه يتكلم. ما لا يتكلم بلانين، المصيبه دي عندكم مش عندي، محدش له دعوه بيا. وخلص الكلام. ما خلص يا عفه الكلام. مخلص خلص يا علي. خلاص يا عفه بقى احنا اصحاب، مالوش لزوم الكلام ده. مالوش لزوم ازاي في واحده مرميه في السجن ظلم؟ يا سلام، انت كل اللي همك الزفته بتاعتك المرميه في السجن، عايز تدخل امي مكانها. لا يا علي، امي مش هتدخل السجن مكان الزفته بتاعتك دي. وعشان تبقى عارف بقى، انا لا شفت حاجه ولا اعرف حاجه ولا قلت حاجه، واعلى ما في خيلك اركب. انا ما شفتش. لا شفتي. خلاص يا علي، قالت لك ان هي ما شافتش، صدقها بقى. لا شفت. على عموم انا قلت لعمر على كل اللي انا عرفته، وهو بقى يبقى يتصرف معاكي. انت ما كانش لازم تهرب يا عمر، انت كده ثبتها عليك وانت مش ناقص. وعشان انا مش ناقص كان لازم اهرب. انت ازاي تسمع بس كلام واحد زي مرتضى ده؟ انت عارف ان هم عايزين يورطوك والسلام. انا في لحظه لقيت مخي وقف ولساني اتشل ومبقتش عارف اعمل ايه. ما حسيتش بنفسي غير ان انا بجري وخلاص. خد لك يا اخويا بقه ميه. بالراحه عليه، بالراحه عليه يا جماعه. وعلى فكره بقى، اللي انت عملته ده عين العقل. عقل ايه يا مخبوله انت؟ عقل ازاي؟ هروبه ده بياكد ان هو اللي قتله، وانت لسه قايله ان عوني ومرتضى شله عصابه عايزين يودوا عمر في 60 داهيه. يا جماعه اسمعوني، دلوقتي الدكتور لسه خارج بكفاله من قضيه، يعني لو اتمسك في قضيه تانية والله العظيم ولا بالطبل البلدي هيخرج منها. بالظبط بالظبط، هو ده اللي فكرت فيها بليزا. انا كان لازم ابقى بره، كان لازم اكون بره دلوقتي عشان اعرف اجيب براءه سبع، خصوصا بعد اللي سمعته من علي. مين علي يا عمر؟ واحد قابلته عنده سكه براءه سبع. وانت هتعرف تعمل ايه وانت هربان؟ بقول لك انت لازم تشوف لك مكان امان. مكان امن هيدوروا عليك في كل حته. انا رايي انك انت تبقى هنا. وانا فين يا اختي؟ انت ناسي ان هو كان جوزك ولا ايه؟ يعني اكيد هيعيش وراه لحد ما اعرفه مكان. المهم دلوقتي ان انت تطلع المستشفى وتعرف هم وصلوا ليه. بس المهم انت هتستخبى فين؟ مش عارف. انا بقى عندي السكه اللي ما يطولهاش رجل. سكه ايه؟ مش قادر يا فلانكات. اجمد يا بص، قربنا اهو. رجل مولعه نار يا فلانكات. الف سلام عليك يا بص. خايف يكون حد قطرنا. تلاقش يا بص، ده احنا واخدينها كعب داي. انا بص. بص يا فلانك، ده شكلي هموت يا فلانكات. بعد الشر عليك يا بص، بعد الشر عليك يا بص. اجمد يا بص، اجمد يا بص. ان شاء الله انا يا بص. وصلنا والحمد لله. رجلي مولعه نار يا فلانك. معلش يا بص، الجرح اصل لسه طازه. هموت يا فلانك. جاي حرمان تبقى لوحدك يا فلانك. انا بعد الشر عليك.
هو ايه اللي حصل بالظبط يا دكتور؟ لقيناها مغبوطه قصاد المستشفى فلحقناها. ربنا يجيب العوام سليمه يا رب. معقول يا استاذ حافظ اللي عمله الدكتور عمر ده؟ عمل ايه؟ الدكتور عمر قتل الدكتور غازي. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ بالنسبه لصفوه يا دكتور هتوديوها المستشفى النفسي وتسلموها هناك. مين الاستاذ؟ ده الاستاذ حافظ عم الدكتور عمر. هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم حاجه. هموت افلانكات الرصاصه لشع الرصاصه رشع في عضمي ولحمي اهي لحمي اهي موتنا افلانكات. وهنعمل ايه بس يا بص؟ ما هي لازم تطلع من رجلك. هتطلع ايه؟ شكل الروح اللي هتطلع افلانكات. الف سلام عليك يا بص. هموت افلانكات. بعد الشر في صوت بره قوم شوف لك كل الحكومه قوم شوف. طب كده انت بص فينك يا خاطي برجلك اليمين هذه المكنة اللي لو الدبان الأزرق مش هعرف لك فيها طريق. عزيزة فيها فلاجات. البص البص متصابة على سويت. حقيقة فريزة بموت يا فريزة. مين اللي معاك كده فريزة؟ مين؟ ما تخافش يا خلوصي أنا الدكتور عمر. دكتور عمر مين؟ أنت اللي جابك هنا؟ أنت اللي عامل فيك كده. هو أولاد الهرمة عملوا فيك أنت كده كمان؟ أموت يا فريزة أموت. وريني بس ما تخافش يا خلوصي انا لسه دكتور بقى. سيب الدكتور يشوف شغله. خلاص ده في دوش يا خلوصي فلانكات عمر دكتور اطلع بسرعه على اي صيدليه. في تركيبه لازم يعملها لك مخصوص لو فضل ينزل كده هيموت بسرعه. كلمني من هناك اقول لك اهي. بعدها لك حافظ كل ما تقرب من حد يروح منك كل ما تطمن وتحس ان الدنيا اختشت على دمها واديتك وشها العدل تفوق على كف يفوقك وتلاقي روحك لوحدك. تاني لوحدك لا ابن ولا ونيس ولا أهل ولا عمر مفيش بعيد بيقرب ومفيش حاجة مضمونة وكله في الآخر يدوب صورة في برواز. تلاقيك على لحم بطلك من الصبح. خد خير وبركة. شكرا يا باريزة أنا ماليش نفس. كل انتي. طب تيجي نقسمها عشان يبقى عيش وملح. ده أنا ماليش نفس متشكر أوي. خلوصي عامل ايه دلوقتي؟ كتب له عمر جديد على ايدك. الظاهر مكتوب لي ان انا اشفي كل اللي عايزوني. مرة متعب ومرة عفة واخرتها خلوصي. كله مقدر ومكتوب بس ربنا ما يعملش حاجه وحشه في حد. احنا اللي بنوسخ روحنا. صح. طب ازاي نغسل الذنوب دي؟ عارف كل ما استحمى كنت استحمى بليفه صوف سنها حامي واقعد امر وشمر وشمرش في جلدي عشان اشيل ريحه القرف حد ما جلدي يشق ويجيب دم وبرضه ما حسيتش اني نتفت. تبنا الى الله تبنا الى الله. ايه ده؟ دي عفة اللي كنت بتحكي عنها؟ ودي اللي جابها هنا دي. تعال هنا راح فين؟ احسن حد يدوس فيه. خليكي هنا انا راجع لك. تعال
مريس هو في ايه؟ اخويا ما اعرفش. دكتور عمر راح فين؟ نفض يا اخويا زي ما يكون تعبان قرش ولا حاجه وجرى ورا البيت اسمها عفه دي. عفه؟ عفه مين؟ مش عرفتي. الله يبارك فيك يا حبيبتي وكفيك شر الحوجة. هديلي والنبي يا حاجة داري ارتاح واعرف اني يا رب يا حبيبتي يهديلك بالك ويريح لك حالك ان شاء الله. وايه اللي شاغل بالك ومخليك مش عارفة تنامي يا عفة؟ مفاجأة مش متوقعة. مش انت ايه اللي جابك هنا وليه عامل في نفسك كده؟ نفس اللي جابك هنا بس تفتكري بقى شوية الأكل دول على حبة الفكة اللي بتوزعيهم هيريحوا بالك وهيريحوا إحساس الذنب. انت عرفت منين إن أنا هنا يا عمر؟ الاسم والنصيب، نفس الاسم والنصيب اللي ضيعوا مني يوم وصحيت لقيت نفسي لابس في عيل مش ابني. فاكرة ولا مش فاكرة؟ أنا مش فاهمة أنت عايز إيه مني بالظبط؟ أنا اللي عايزه ولا أنت اللي عايزة؟ مرة تنغصي عليا حياتي بكدبة ملهاش أي معنى، ودلوقتي أمك عايزة تلبس أختي جريمة قتل هي ملهاش أي ذنب فيها، وأنت عارفة كده كويس. أمي ملهاش دعوة، ما تصدقش حد خالص يا عمر. بجد والله؟ ويوم الحادثة مش أبوكي كان معاكي في النادي وزعلتي ولما علي اتكلم معاكي ضميرك وجعك وطلعتي وراه عشان تلحقيه؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل حصل يا عمر بس جريت وراه ما لحقتهوش. لا لحقتيه يا عفة، لحقتيه وعلي شافك. شاف ايه؟ ايه اللي جابك؟ قلت لك ما تجيش هنا. ما انا قلقت عليك وانت ما بتردش عليا. يلا 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 عفا هنا. أكيد روحتي وراهم وشفت أمك وهي بتحط السم وقتلته. انطقي. حمود حرام عليك. حرام عليكم أنتم، أختي هتتشنق. حرام عليكم، حرام عليكم. ارحميها وقولي الحقيقة، قولي. وما رحمتنيش إيه ليلة أول لما خطفت مني، لما خدت مكاني في حد كان هي المفروض اللي تموت. ما كنتش أقصد أموتها، ما كنتش عايزة أموتها، كانت نفسي اللي تموت. أنت اللي قتلتي؟ مساء الخير. أنا فين؟ لا 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 على مهلك كده، الحركة ممنوعة نهائي. أنا فين؟ يلا بقى منه الله السواق لطبش اللي ما بيشوفش ده، بس الحمد لله قدر ولطف لحقناك الحمد لله. أيوه الحادثة هو. لا مفيش كلام خالص، أنت أصلا عندك ارتجاج بسيط كده ومحتاجة راحة لمدة أسبوع على الأقل. عمر، عمر أخويا، أنا عاوزة عمر. والله أنا ما عارف أقول لك إيه، بس يعني هو الشيطان أصله لما بيلبس حد بيخليه يعمل حاجات ما نقدرش نعملها، يعني عموما ربنا يهدي. أنا مش فاهمة حاجة، عمر فين؟ عمر هربان. عمر هربان؟ عمر هربان؟ هربان من إيه؟ عايزك تهدي خالص. والله العظيم انا ما عارف اقول لك ايه. لما قلت لك هتنفعلي وهينفع الخطر عليك دلوقتي. كلم يا دكتور، عمر هربان من ايه؟ ابوس ايدك.
اتكلم. صعبان عليا والله يا هانم. حكيها منين ولا منين؟ عن حزنك على جوزك اللي اتقتل؟ ولا شحتفتك على اخوك اللي قتله؟ ايه؟ مين قتل مين؟ عمر قتل غازي وهرب والمستشفى كلها مقلوبه عليه. لا لا والله لا ما حصلش والله ما حصلش. بس ايه دي؟ ايه دي؟ والله ما حصل. والله العظيم هو ده اللي انا كنت قلقان عليك منه. عمر ما قتلش. عمر ما قتلش. انا وصفوة اللي لقينا غازي، وغازي دخل في الازاز والازاز كله نزل حتميه. والله يا دكتور عوني، والله ده اللي حصل. هو ده الضعفات بتبتدي بالتخريف. شوفي غازي مخنوق والمستشفى كلها شافت الدكتور عمر وهو بيهرب بعد ما قتله. لا لا انت بتخرف. عمر اخويا ما قتلش. عمر ما قتلش وصفوة شهد على كل اللي حصل. انا اللي زقيت غازي. انا وصفوة والله انت اللي بتخاطرك. ماشي ماشي بس اهدي اهدي. انا دلوقتي هندهلهم يدولك حقنه مهدئه وهتبقي تمام ان شاء الله. انا عايز امشي. انا مش عايزه حد يديني حقن. انا عايزه اخويا. طب اهدي 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 بس اهدي. عمر حقنه بسرعه. هي دكتور هنا بتتفضل. عمر اخويا انت بتكرهه طول عمرك. مش عايزه حقنه. مش عايزه دي خالص. مش عارفه احنا هنسالكوا ايه خالص. ده احنا بنحبك وبنحب عمر. انت كرهه.